في هذا المكان وعلى هذه الطاولة المستديرة تتلاقح الأفكار وتتكاتف الأيدي لتكون قبضة واحدة تدمي وجه المخالف وتحاصر الهاربين والمختبئين خلف الأسوار. يتم تقسيم المفتشين لعدة فرق تقريبا تكون من 10 إلى 20 فرقة، كل مجموعة لها رئيس فرقة يتم الاجتماع معهم وإعطائهم البيانات استنادا إلى البرنامج الزيارات الموجهة عن طريق وزارة العمل. طبعا يتم استخراج بيانات المنشآت في المنطقة المستهدفة للقيام بالحملة التفتيشية عليها وشرح الآلية المعتمدة في تنفيذ هذه المهمة. أرتال من المركبات تحمل بداخلها رجالا بقلوب من حديد ينشدون سلامة الوطن من عبث المخالف ويحلمون بأجواء آمنة ينعم بها المواطن والمقيم، حيث يتم ضبط المخالفات بالجملة على المخالفين فلا يصح إلا الصحيح. طيب أنت سائق خاص وبتشتغل في شركة ما أنت على كفالتها، ليش ما صححت وضعك من زمان من أيام تصحيح الأوضاع؟ ما يبقى صحيح، الأول حاجة كنت شغال مع كفيلي غنم، بعدين ما نفعت مع الغنم وباعها. طيب أنا إيش تشتغل؟ أشتغل سباكة وقرب. كيف طيب تعلمت السباكة؟ لسه ما تعلمت، أنا بس بيقولي ناوي بس كذا يعني. المدينة تلتقي قيادات مكتب العمل، فماذا قالوا؟ هناك فريق من تفتيش منطقة مكة المكرمة يتم التنسيق فيما بينهم على الحملات التفتيشية في المنطقة. الحملة يتم تنسيقها مضابط اتصال الأخ إبراهيم، وفي هناك الأخ مجدي والأخ مصلح، يتم التنسيق ما بينهم مع الرافد الأمني للقيام بالحملات. الحملات طبعا تكون مفاجأة تحدد قبل الخروج يعني بساعة المكان. بالنسبة لدور العلاقات العامة هي تقوم بتغطية الحملات التفتيشية وتحاول التنسيق مع الصحفيين لظهور الإعلامي لما يقوم به مكتب عمل جدة ووزارة العمل لتصحيح سوق العمل. الحكاية لم تنتهي بعد، ففي كل يوم للبطولة ساعات رجال تتحرك لدك أوكار المخالفة وإعادة الأمن والأمان للوطن الحبيب. لا تأخذنكم بالمخالف رحمة، فهؤلاء لم يرحموا وطنا فتح لهم ذراعي. لجريدة المدينة ماجد القرني، جدة.